بالتغير المناخي بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ. يجرى أيضا إنشاء العديد من السدود مشاهدة الصميم منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بعدد من المحافظات. تفاصيل مختلفة حول هذه الجهود برفقة ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم مشاهدينا بالمهندس محمود بن خليفة العزري، رئيس قسم تنفيذ السدود وحوائط الحماية بدائرة السدود بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. مساك الله بالخير مهندس محمود، حياكم الله في برنامج من عمان. مساء عليكم وعلى السادة المشاهدين الكرام، شاكرين لكم هذه الاستضافة. يا هلا فيك. نبدأ كمدخل لهذا الحديث، ما هي أهم الجهود المبذولة من قبل السلطة لمواجهة التأثيرات السلبية لظاهرة التغير المناخي بشكل عام؟ طبعا هناك جهود تبذل للحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخي. أصدرت التشريعات المنظمة لأعمال الشؤون المناخية وتنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ، فتم بادرت في تنفيذ عدد من المشاريع، وكذلك تعمل على تنفيذ عدد من السدود وتصميم منظومة الحماية في هذا المجال. نعم، يعني كما نعلم أيضا التغير المناخي اليوم محط اهتمام عالمي ليس على صعيد محلي، ثم الدراسات تقارير مختلفة تؤكد على أنه التغير المناخي اليوم يؤدي إلى احتمالية نقول الأعاصير الفيضانات وأيضا تساقط كميات أكبر من الأمطار في بعض المناطق. نود أن نتحدث عن هذا المحور بالتحديد للمشاهد الكريم. طبعا تشير الدراسات والتقارير إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث الأعاصير وزيادة كميات تساقط الأمطار. ووفقا للمنظمة الحكومية الدولية للتغير المناخ IPCC تشير التقارير إلى أن زيادة تكرار الأعاصير هذه وزيادة الأمطار لا سيما في بعض التغير في مناطق عالمية في توزيع وتساقط كميات أكبر من الأمطار، فبالتالي تؤدي إلى هذه الأمطار إلى ارتفاع أو زيادة في مخاطر الفيضانات، مما تشكل تسبب في مشاكل اللي هو التصريف السطحي والتآكل. وفي الجانب الآخر كذلك مناطق تكون تساقط هذه الأمطار قليلة، مما تسبب في مشاكل هي الجفاف وندرة المياه. نعم، يعني مع ظهور هذه الاحتمالات أيضا يجب النظر إلى كفاءة السدود بالتحديد. نود أن نتحدث عن كفاءة السدود، كيف تحرصون على جودة هذه السدود وعملها بطريقة صحيحة منظمة أيضا في مختلف المحافظات في السلطنة؟ طبعا تسعى الوزارة في تنفيذ هذه السدود للحد من مخاطر جريان هذه الأودية وحماية البنى الأساسية والتجمعات السكانية. فقد قامت الحكومة بعد الحالة الاستثنائية لإعصار جونة في عام 2007 باقتراح 56 سدا للحماية من مخاطر الفيضانات، وقد تم تنفيذ حاليا 3 سدود للحماية من مخاطر الفيضانات في محافظة مسقط وجنوب الشرقية ومحافظة ظفار. نعم، طيب بالنسبة للسدود للحماية من الفيضانات الجاري تنفيذها، لو نتحدث عنها. الجاري تنفيذها حاليا عندنا في محافظة مسقط سد الحماية من مخاطر الفيضانات على منطقة الجفنين بولاية سيب بلغت نسبة الإنجاز حوالي 82%، وكذلك في ولاية العمرات سد الحماية من مخاطر الفيضانات على منطقة الجفينة وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 72%. هناك سدين آخرين في محافظة ظفار على وادي أنعار والحماية الجانبية لميناء صلالة بلغت نسبة الإنجاز حوالي 33%، وآخر على وادي عدونب
وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 35%. نعم، يعني بالحديث عن هذه السدود أيضا هناك دور يعول على الوزارة فيما يتعلق بالدراسات الاستشارية التي تعنى بالسدود على وجه التحديد لأثرها الكبير على المدى الطويل. لو نتحدث عن الدراسات الجاري تنفيذها الآن عبر الدائرة. حاليا الوزارة قائمة على عدة دراسات في عدة محافظات بالسلطنة، منها اللي هي الدراسة الاستشارية ودراسة الجدوى وإعداد التصاميم على منظومة الحماية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 10%. وكذلك الدراسة الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم على منظومة الحماية بمنطقة الدريز بولاية إبري، وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 90%. وكذلك في محافظة مسندم هناك دراسة استشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم على نيابة ليما بولاية خصب، وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 98%. ممتاز ممتاز. وين تتجلى اليوم أهمية مثل هذه الاستشارات؟ طبعا هذه الاستشارات هي دراسات قائمة على دراسات استشارية وتصاميم وفق التصاميم العالمية، ودراسات يعني يتم فيها أولويات، وتسعى الوزارة تنفيذ هذه الأولويات متى ما توفرت الاعتمادات المالية لذلك. نعم نعم، كل التوفيق لكم، شاكرين لكم حضوركم الليلة في برنامج من عمان للحديث هذه عن هذه الجهود الوطنية تبذل من قبل الوزارة فيما يتعلق بمواجهة الجانب السلبي من ظاهرة التغير المناخي، وهي ظاهرة طبيعية لابد منها. أشكرك على هذا الحديث المهندس محمود بن خليفة العزري، رئيس قسم تنفيذ السدود وحوائط الحماية بدائرة السدود بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، سعدنا بالاستضافة معكم، شاكرين لكم. واجب واجب. نتواصل معكم أيها الأحبة إلى المحطة الأخيرة بعد قليل، ابقوا معنا.